أصبحت التصرفات المستفزة وغير المسؤولة لعون سلطة بمنطقة جماعة غمات التابعة لنفوذ إقليم الحوز تثير استنكار وسخط ساكنة المنطقة، فحسب الشكايات التظلمية التي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منها، فإن عون السلطة المشار إليه تجاوز كل الحدود في ممارسة وظيفته بعد أن أصبح يستعمل بعض الأساليب الغير القانونية في أداء مهامه لينتقل إلى بناء منزل بدون ترخيص مسبق بدوار الشعبة، ناهيك عن تشجيعه للبناء العشوائي. فإلى متى سيظل ممثل السلطة هذا فوق القانون؟ روبورتاج وتحرير طاقم جريدة أصوات اليزيد الفحل مراكش. السلام عليكم خوتي، الله يرحم ليك، وبغيت نشارك معكم هذا الموضوع اللي عندنا في هذا المجال القروي. مهدي أشعبي من فرقة تيتويد الزوطة جامعة غمات إقليم الحوز. عندنا مشكل مع عون سلطة والقائد والرئيس الجامعة. أنا بصفتي واحد متضرر من هاد الجزء مع ثلاث الأشخاص، يعني واحد السيد اللي هو عون سلطة كيبني بدون رخصة وبدون تصميم من أيامات، يعني من 2013 وحنا كنعانيو من هاد المشكل. وصلت 2017 لقينا مشكل آخر، كنحطو كنمشيو عندو عند القائد وسميتو كيقول لك عنده البلان وعنده كل شيء، كنقول له راه نطلعو عليه باش نعرفو اش واقع. كيقول لك أسير الله يعاونك راه عنده السيد راه مرخص وعنده كل شيء، هو هذاك ما يمكنش. حيت كنحطو التعرض بان الفلان عون السلطه مصطفى الحربيلي، ولكن بلا جدوى كنبقاو كندفعوا وما كيعطيونا حتى الرد ديالو، ما كيتعطاش. بقينا بعد القضيه مساطير كذا، والسيد كيبني ديما. واش عباد الله واحد كيبني بالعشوائي وكيصبغ، واش هذا هو التصميم؟ واش واحد كيلك في التصميم عنده شراجم وخباهم حتى كيكمل هذا السيد؟ راه كلشي كنشوف في فيديو بان زاد واحد 3 متر الفوق، واش هذه هي اللي عليها البلان؟ واش هاد التقنيين ديال الجامعات ما كيراقبوا وما كيسهروا على هذا البناء العشوائي؟ انا كنشوف واحد القضيه اخرى، يا اما هذا البناء العشوائي سيدنا الله ينصرو وكيعطي التعليمات محاربه البناء العشوائي والرشوه. هاد الناس كيلقاو محاربه الرشوه والبناء العشوائي كيسترزقوا منه السلطات المحليه، منهم القائد والرئيس الجامعه وعوان السلطه كيسترزقوا منها. واش واحد كيخدم بواحد الثمن وكيبني هو ديما هاد السيد كيبني؟ ما كاين اللي يراقبو، يلا كنراقبو المساكين، واحد كيحط بريكة كيوقف عليه ما عطاش راه كيعيط للدرك الملكي وسميتو القوى المساعدة باش يخلعو المواطنين. راه ما يمكنش، حنا راه بغينا نخدمو حتى حنا بالقانون نديرو التصميم، ولكن راه كاينه تبسيط المساطير، ولكن حنا كنسمعو الخطابات ديال سيدنا الله ينصرو كنمشيو لهاد الإدارة كتسد في وجهنا. فهاد الاخر نفس الطريقة حل الباب اللي هو الفوق، مشينا عند القائد لقينا الخليفة فينا هو القائد، قال لي ما كاينش كتسناوه. كنقول له فاش جا صور معايا ما استقبلناش، استقبلنا بحال كيستقبل واحد كيطلب ليه الصدقة. أنا سيدي راه من حقي نطلب وجاوبني. تصور كيقول لي سير للمحكمة، وماشي المحكمة، قال لك سير للمحكمة إدارية إلا بغيتي تدعيه. قلت له شوف أسيدي انا جيت عندك جوج نقاط. قال لي شنو هي؟ قلت له واش هذا السيد عنده البلان؟ قال لي ايه عنده البلان. قلت له واش يحل عنده البلان باش يحل فيا البيبان والشراجم؟ واش نتوما كتملكوا لهذا السيد باش يدي ليا بلادي بهذه الطريقه؟ السيد راه عنده سير الله يعاونك. قلت له واخا نعم سيدي، جاوبني على واحد النقطه. قال لي شنو هي؟ قلت له واش المواطن العادي اللي ما فيدتيش اللي ما فحالوش كتمشي عنده كتقول ليه واش عندك الرخصه؟ كيقول لك ايه. عندك البلان؟ كيقول لك ايه. وكتزيد في حالتك راه كتقول لي راه لي النسخه وكتشدهم عندك باش الا جيت عندك تعطيني النسخه. قلت له ثاني حاجه سعاده القائد، الشتي راه ماشي في البيرو ديالو، لا على برا، يعني السيد ولا كيستقبل الناس على برا. الاسم الكامل هو شعبي يوسف، دوار الشعب اي تودوز لوطا قياده وجماعه غمات. انا المشكل اللي كنعاني منه هو واحد السيد هو عون سلطه كيبني بدون انا ما بان لي لا ترخيص ولا حتى شي حاجه، كندوز المهم لحق بيا ضرر كبير، حل فيا شراجم في بقعه مجاوره ليا، وملي انا ما هضرتش معاه، ولكن ملي مشيت عند السيد القائد اللي كنحترمه، ولكن مع ذلك ما كيحترمش هو القسم اللي اداه ما كيحترمش، وشخصيا انا ما احترمنيش،
واخا القانون وسيدنا الله ينصرو اعطاني حقوق ومكتسبات ولله الحمد. انا كنفتخر بالدوله العلويه الاشراف. المشكل هو انه استقبلني في لاكور ديال سميتو ديال القياده باش نهضر معاه، وانا مع ذلك دخل خرج من باب اخر، كان باب رئيسي عاد كيخرج لا سميتو ما عطانيش الوقت ديالي. انا هذا السيد كيقول لك القايد راه عنده بلان عنده رخصه. هذا السيد انا في هذا لا سميتو راه طرف نزاع في المحكمه، ما يتمكنليش يعطي هذه الرخصه هذه، والرسم راه عندي ديال العقار. وثانيا هو انني حولت هذه الشكايه للوكاله الحضاريه اللي سميتو اللي حطيتها فيه، وكيقول لك راه كاينه الرد ديالك غادي تلقى عند الجماعه ملي كنطالبهم بهذا الشيء ما كيعطيونيش، وعندي صور كي كانت الدار ديالو كي ولات. ولهذا باك صاحبي انا كنلقى ديما هذه اللعبه ديال باك صاحبي. باك صاحبي حنا ما بغيناهاش في هذه البلاد، بغينا التغيير. اللي عنده شي قانون يديه، القانون يطبق على الجميع. الرئيس الجماعه علاش طبيعتي هو طرف نزاع معايا في شاطو خرج لي انايا، كنقول ليه لا فيريتي، كنقول ليه شوف انت جماعه ديال الجماعه ديال الغمات راه واكلها ومصالحهم ما كتبينش لنا شي حاجه اللي هي كاينه. شكون اللي كيستافد؟ هما الاقرباء ديالك وصحابك. انا عدو ديالك، انا راه ناسيوناليتي ماروكان. السيده الخالد اللي كتعرض لهاد الخروقات اللي كيديرهم هاد الشيخ هذا، هاد الشيخ هذا ما كنقولوش حنا عندنا المشكل مع هاد الشيخ هذا، عندنا المشكل مع واحد الاخطبوط تاع الفساد. عندنا في هاد المنطقة هادي عندنا لوبيات العقار، الناس تيبغي يبيعوهم رزقهم، تيبغي يهجروهم، وهذا هو الحل اللي كان. حنا عندنا المشاكل اللي عندنا مع هاد الناس بزاف، كانوا كيكبوا لنا الواد الحار على الشجر تما، ودابا ناخذوا صور لذاك الشجر اللي ما تاع الزيتون، تيخويو لنا الواد الحار، تنمشيو مشينا للوكالة الحضرية، مشينا للمندوب تاع وزارة الصحة، مشينا عند القائد، مشينا للعمالة، درنا على هاد الناس كلهم، وتا شي واحد ما خدانا الحق هذا القائدة ديال غمات. هذه شكايه للرئيس تاع الجامعه ديال غمات. هذه المحضر تاع المعاينه ما داروا فيه والو، هذا المحضر تاع المعاينه ما كاين حتى شي حاجه من عندهم من القايده. القايده تاعي عاوتاني المحضر تاع المعاينه تاع الساقيه قالت لك هذا تاع الوضع الحر ما داروا معنا حتى شي حل. هاد الناس هادو كلهم ها انت الاجوبه تيردوا عنا بوالو، تيردوا عنا بالخوار خاوي. هاد الناس هادو ما كاينش شي واحد اللي بيطبق معنا القانون. هادو تيجيو تيسوي ديك الامر، هاد الناس هادو ها رئيس المجلس الجماعي تاع غمات، رئيس الجماعه. حنا من 2013 وحنا كنجرو مع هاد الناس، وعندي الصور تاع هاد القند هاد الجور هادو كنجرو معاهم، باقي ما كاينينش اصلا، باقي لتحت ديالهم تيحلوا البيبان باقي من الديبار. من 2013 وحنا كنهضروا مع هاد الناس بدون اي ترخيص، وعندنا الصوره تاع الرخصه اللي تيقول لك هو الرخصه علقها في 2017. انا كنقول دابا عندي الرخصه هنايا نهار 25/8/2013 علقها تحت رقم 2013-02، رخصة رقم 2013-02، هذه هي الرخصة الأولى تاع هذا المحل، راه باقي فيه الزليمة، ها هما هذا المحل ها هو باقي هذا الشيء باقي ما مبنيش بالصور، وكاع شي صيفطناه لهاد الناس هادو المسؤولين، ها هما الزليمة كتدخل عنده للدار وكنصورها نهار 28/5/2013، فاش كيدخل الزليمة تنمشيو عند هاد الناس هادو ما كاينش بيدي معانا، ها هما هاد الناس هادو ها هما الضالة كتنزل الضالة تيكون بيدي تنمشيو عند القايد تيكون ديرها بيدي الزليمة تاعت العود، ها هو خدام بالسيما. هاد الناس كلهم صيفطنا لهم الصور ديالهم، هاد السيد تيقول هذا راه البناء، هذا عنده البلان، هذا عنده البلان، كيدير البناء العشوائي اللي كان هذا البلان، أصلا تيقول لك البناء العشوائي كيجرم عليه القانون المغربي. هاد الناس هادو في نظر السلطات هادو مجرمين. هاد الناس تيخدموا ديما بالليل. اليوم انت تشوف الساعه دابا نقدر نقول لكم بلاتي الساعه عندنا دابا هنا 6:30 يلاه تيبداو هادو مع 6 تيبقاو كيطرقوا حتى الاخر الليل. الو السلام عليكم، القايد هو اللي تيبني تما، كاين دار الشيخ، دار خو الشيخ، دار با الشيخ، دار خو عاوتاني من هاد الجهه، هاد الدار الاخرى ديال اختو تاهي راه كتبني، هادوك الاخرين دوك الموالين ديالو. حنا المشكل اللي كنعانيو منه هنا هو المشكل ديال شهود الزور. عندنا هنا بزاف شهود الزور، كاين قال ما تيكون تيجهد لك بالزور هنايا، وحنا عندنا وثائق ديالنا، وهذه كتبين بان هاد الارض فين كيبني هو تيحل فينا الطريق، اطراف نزاع فيها في المحكمه، باقي حنا في المحكمه اطراف نزاع، وباقي ما قالتش فيها الكلمه الفصل. مازال ما كانش قادر، وهاد الناس هما باقي كيبنيو، ومن 2013 هما تيبنيو، وقت ما مشينا تيبقاو كيضحكوا علينا، سير انت هنا سير عند الواكي، تنمشيو تنديروا شكايات للعامل، اصلا القايده اللي كانت هنا عندنا، تنمشيو عند رئيس المصلحه اللي هو الزوج ديالها، كانت هي اصلا الكاتبه تاعت العامل في العماله، حياتنا كتعرفها وتنضلوا نجروا في العماله، تيقول لك ودي هادو راه حيت قصير ما كاينش اللي يهضر عليهم، هما الاوراق، انت هادشي كاع الشكايات درناهم مع هاد الناس، ما كاينش اللي بياخذ لك حقك، عاش الملك،
هاد البلاد تيقول لك بلاد الحق والقانون، الحق تياكلو هما والقانون كيطبق علينا حنايا. هذا هو الواقع اللي كنعيشو هنايا. هذا راه غمات، راه تقريبا من اقدم التجمعات السكنيه وباقي ما فيهاش الوضع الحار. باقي الناس يعانيو وعندهم مشاكل، ما كاينش عندنا المراحيض وراه مشاكل. هادشي راه بزاف حاجات وراه حراج. سيدنا راه تبرع لنا حنا ب 314 مليون الله اعلم وكثر باش تقاد دار الامومه في غمات. لحد الان باقي ما كاينش دار الامومه في غمات، واللهم لك الحمد. انت كتشوف المنطقه توز، شوف هادشي كلشي كيتبنى بدون ترخيص، وما كاينش اللي عنده هنا الرخصه، وهادو تيقول لك واخدين رخصه وعندهم بلان على دوار، وديك الرخصه كتحول من قنت لقنت. وبغيت انا المغاربه ان شاء الله كلهم يشوفوا هادشي. هادشي اللي كنتعرض ليه حنا مع عاون سلطه، حنا هذا راه ماشي شي واحد اللي هذا عاون سلطه، هذا غير الدرجه الاخرى تاعت الاخطبوط، داك الاخطبوط اللي مسلط علينا، مسلطين علينا حنا هذا السيد هذا، تيحل فينا البيبان وشرا جنب بدون ترخيص. وهذا السيد هذا انتم كتشوفوا ها هو قاعد شي تيبنيه بدون ترخيص. دوك الناس راه هما اللي عندهم الجرطات، راه ما كيبنيوش حد ماشي من الموالين ليه، باقي ساكنين في التراك. ها انت باقي ساكنين في التراك، وقت ما جيتي انت حرتي شي حاجه لا ما عندكش الحق، الحق عندهم هما، عند هاد لوبيات الفساد، هاد الناس اللي تيبيعوا بلادهم في رزقهم. تبناو عندنا بزاف تاع الديور هنا بدون ترخيص، تبناو اوتيسمات، شي واحد بيبني جا هذا تيدور الحيط يبني، بيدي ما بقى لهم بحال هذاك اللي كانوا قاعد على الهولوكوست اللي كان في عيد فاسكه، راه بحال هذا الشكل هذا كاع البلاد هنا تبناو تقريبا بوالو، كاع دخل لهاد الجر هذا من تحت، كاع تحت هاد القياده هاد غمات فيها الخرق في القانون تاع التعمير. اذا كان القانون تاع التعمير تيجرب عليه القانون المغربي، هاد الناس هادو في نظري وفي نظر القانون راه مجرمين، هادو راه مجرمين. هاد السيد هاد عاون سلطه راه من 2013 وحنا معاه، يكب فينا الواد الحار، قتل لنا الشجر، لوسخ دابا جيه تما، وقت ما لاحوا لي كلشي تاع الدراري الصغار لحوا لنا في البلاد تحت الزيتون، تيهرسوا الدجاج. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم انا هذا منكر، واللي كنطلب منكم كلكم المغاربه تشوفوا هاد الحيز اللي كان تعرضوا ليه من هاد العون السلطه، بيرحلنا باش ما عطل الله. وهذا الشيء اللي عطل الله، وحنا راه باقيين، وراه حنا احفاد المقاومه، ماشي خوانا، وما عمرنا نكونوا حنا بحال الفلسطينيين اللي وقعت توقعوا بيا نبقاو في بلادنا وبيا نتدفنوا في بلادنا. حنا هما اللي ما كنخويوش بلادنا، بيا نموتوا فيها ان شاء الله، حينا فيها وغادي نموتوا فيها، وكنشموا يدينا وكنشبعوا، ما خصنا حتى خير، بخير وعلى خير، الحمد لله انت الجفاف وبخير وعلى خير، ما كيأثرش فينا الجفاف، الحمد لله بخير وعلى خير. هاد الناس هادو انتو كتشوفوا هاد اللوبيات تاع الفساد اللي كيحاربونا، هذا هو المشكل اللي عندنا في حياتنا. هما مع عون السلطه القائد رئيس الجماعه امي 40 سنه هو قاعد لنا في الجماعه ما دار والو 40 سنه، كاين هو ولدو رئيس الفضاء الجمعوي خدام هي التريكه ديالو، ما كاينش شي واحد غمات خدام، كلشي على الهامش. ما عندنا ما كاين فين يخدموا الشباب، ما كاين جور الشباب، ما كاين فين، ما كاين تيرانات، ما كاين ولا اقدم تجمع سكني ما عندهمش تيرانات، اقدم تجمع سكني ما عندهمش لا بيسين، اللي هو خصو يكون من حقهم يكون عندهم حتى هما مسبح. راه جاو مناطق من وراهم وعندهم المسابح ديالهم، باقي ما كاينش هنا عندنا المسبح، باقي ما عندناش بزاف تاع الحوايج. حنا لقينا المشكل حنا في المراحيض العموميه، تيجيو السياحه ما كيلقاوش فين، ما تيلقاوش المراحيض العموميه، ودوك المراحيض اللي كاينين ماشي تاع ما يصلحوش للاستعمال البشري. وهادشي اللي كنقول، والسلام ختام، السلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.